عزيزة مرحبا بك. شنو تعقيبك وشنو تقييمك للإحالة هذه على الدائرة الجناحية لليوم المطار؟ والله الإحالة ما تفاجأتش بها بالكل، على خاطر أنا متوقعتها من أول نهار مثل فيها أيوب المسعودي لدى هذه التحقيق، باعتبار أن هذه معناها التتبع السياسي أكثر منه قانوني، وإذا كان فما تتبع سياسي يلزمنا نكملوه، معناها الأطراف اللي أثارت هالدعوة هذه يلزمها تكمل للآخر، فهمتني؟ عندها هي أهدافها خفية احنا نجهلوها، لكن احنا مع مناوبنا الى الاخر وباش ندافعوا على الحق الى اخر رمق عنه. قاضي التحقيق اختم البحث واحاله على الدائره الجناحيه المحكمه العسكريه الدائمه بتونس لنفس تهم نتاع النيابه العموميه اللي هي نسبه امور غير قانونيه لم تثبت، والمس بكرامه الجيش. بطبيعه الحال رفض رفع التحجير رغم المطلبين اللي قدمناهم. توا نشوفوا الدائره الجناحيه وقتاش تعين جلسه وش تلقى المرافعات عنها. وشنو تعقيبك على قرار الاحاله هذا يا استاذ؟ كان متوقع. دليل اخر على انه القضاء العسكري وللاسف ما ينجمش يوفر محاكمه عادله مستقله. دونك لما الشهادات تسمع دون أداء اليمين، لما النيابة العمومية تتصرف بنفس طريقة القانون القديم وتعلم رؤسائها، والحال أنه المرسوم 69 تاع 29 جويلية 2011 نحى الإذن بالتتبع تاع وزير الدفاع، ولكن النيابة العمومية باقي تعلم في رؤسائها، ما نجموش نتوقع نتيجة أخرى خلاف ذلك. الأستاذ شرف الدين الخليل المحامي أيوب المسعودي، عندنا ليك مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يتمثل في الإخلالات القانونية، الإخلالات الشكلية والموضوعية بالنسبة لقضية أيوب المسعودي. والله الإخلالات هي توقع الأمر على كلون يا كريم، لا تحصل تعد، ربما القائمة طويلة ياسر باش نجردوها، إنما إذا كان نجموا نقسموها صنفوها في إخلالات التعهد، وإخلالات كذلك تتعلق بالاختصاص، وإخلالات تتعلق بإحالة أصلا أيوب المسعودي على القضاء العسكري. بين قوسين ورأس هذه الإخلالات هي عدم إعلام أيوب المسعودي لا فقط التهمة الموجهة له، لا فقط بقرار فتح بحث جزائي ضده، ولكن كذلك بإجراء وقرار تدبير احتراز إخذاء حاكم التحقيق ضد أيوب المسعودي، والذي للأسف الشديد وهلنا معناها في مساس صارخ بحقوق الإنسان والمواطن. الإجراء هذا علم به مناوبنا أيوب المسعودي إلا دقائق قليلة برشا قبل ما يحزم أمتعته ويسافر لقضاء عطلة عيد الفطر مع زوجته وبنتيه في فرنسا. طبعا اتفاجأ، ورغم ذلك مناوبنا يعني تسم برباط الجيش كبيرة ياسر، تحمل مسؤوليته وقرر بمفرده دون سابقية استدعاء وفي غياب الإعلام القانوني بالتهم الموجهة له وبتدبير الاحتراز المتخذ ضده، توجه إلى المحكمة العسكرية اللي وجهته بدورها إلى قاضي تحقيق متعهد بالملف. اكتشفنا فيما بعد أن البحث التحقيقي ضد أيوب المسعودي قد فتح بناء على إحالة جزائية صادرة عن النيابة العسكرية العمومية بتاريخ 27 أوت، يعني بتاريخ سابق جدا، 27 جويلية عفوا، يعني بتاريخ سابق جدا لعلم أيوب المسعودي بقرار تحجير السفر الذي اتخذ، وذلك اكتشفناه زاد في مرحلة سابقة لاحقة يوم 15 أوت. يعني شوفوا التباين الكبير في التواريخ الزمنية والتباين الكبير في الإجراءات، زاد شككنا في رواحنا. ربما تنجيكم بعد في علاقة في تعليق على تدبير الاحتراز المتعلق في تحجير السفر على أيوب المسعودي، واللي أرهقوا على جميع المستويات الاجتماعية والنفسية وخاصة المهنية، ونجيو نحكيو فيهم بعد. وانما في تصفحنا الملف القضيه اكتشفنا وللاسف الشديد فما فصل قانوني اسمه 47 مجله الاجراءات الجزائيه يقول انه التحقيق في ماده الجناح اختياري وليس وجوبي، ونحن الى حد الان وبناء على ذلك الملف اللي وجدناه امام قلم التحقيق الثالث في المحكمه العسكريه الدائمه بتونس اقتنعنا وانه سبحان الله ما هو منسوب للمناوب وما هو مظروف بملف قضيته لا يرقى ان يكون بحث جزائي يستحق التحقيق فيه. غاية ما في الأمر تنجم تحيله مباشرة بالتهم المنسوبة دي على المجلس الجناحي المختص عسكريا، وهو يبت في كافة يعني الجرائم الموجهة ضده في كافة الدفاعات بتاعه.
هذا ما صارش. السيد حاكم التحقيق بطبيعة الحال في إجراء ثاني يعني وقع تأجيل الاستنطاق إلى أجل لاحق، إجراء قانوني، ونزيد نأكد ونتحمل مسؤوليتنا بناء على طلب لسان دفاع أيوب المسعودي، اللي لسان دفاع اللي اصطدم بملف مثل ما أسلفت الذكر فارغ، ما فيه حد شيء تقريبا إلا من شهادة المتضرر، وأحيانا يسمي نفسه متضرر، وأحيانا يسميه القضاء العسكري بقائم بالدعوة، وأحيانا أخرى يسميه القاضي التحقيق العسكري بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع والممثل القانوني لها. نحكي هنا على شهادة السيد وزير الدفاع عبد الكريم السبيدي، ونحكي كذلك قبله على شهادة رئيس أركان جوش 3 السيد رشيد عمار. على كل حال ما نسب إليه هو وقتها تهمة فصل 191 مجلة مرافعات الحكومة العسكرية تتعلق بالتحقير، التحقير من الجيش والمس بهيبة الجيش، و يعني نقد المؤسسة العسكرية وقيادات المؤسسة العسكرية. إخلالات برشا، نحن مازلنا نستنكر تعهد القضاء العسكري بجريمة تثبت بمظروفات الملف، مش من مخاخنا جبنا لك لا، مظروفات الملف، وأن الجريمة هذه هي جريمة صحفية بامتياز. وطالما كان الأمر كذلك فإنه النص القانوني يستحب عليه هو المرسوم 115 متعلق بحرية النشر والصحافة والإعلام كما تعلم، وكما تعلم زاد فيها إجراءات خاصة جدا، إجراءات أنا نعتبرها إجراءات ثورية، ونعتبرها إجراءات تراعي جدا حقوق الإعلامي، وإجراءات زبدتها وخلاصتها هي تقطع تماما في مرحلة لاحقة مع العقوبات السلبة الحرية ضد الصحافي، دون أن تقطع تماما مع مبدأ وإمكانية وحق المتضرر من أي عمل صحفي من ملاحقة المتسبب فيه. هذا ما صارش، قيل القضاء العسكري متعهد بتهمة أعتقد شخصيا بأنها النص المنطبق عليها حان الوقت لتعويضه، باعتباره أن الثورة كما قطعت مع مقدسات الحزب الحاكم ومقدسات الحزب الدولة ومقدسات وزارة الداخلية ومقدسات المؤسسات الكبيرة ذيك الكل، قطعا كذلك مع مصطلح المقدس، من بين المقدسات هذه اللي حاولوا العباد يهمون بها اليوم مقدس اسمه مؤسسة عسكرية. لا مش صحيح، المؤسسة العسكرية ماهيش مؤسسة فوق النقد، المؤسسة العسكرية هي مؤسسة الدولة التونسية التي نعترف لها دائما وأبدا بدور ريادي في قيادة وفي تحصين ثورة 14 جانفي، ولكن ذلك لا يمكن أن يحول البتة دوننا ودون توجيه الانتقادات اللازمة، وبناء عليه الفصل اللي جرم نقد المؤسسة العسكرية لا مكان له اليوم في منظومتنا القانونية الجزائية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى اكتشفنا كذلك في نفس ملف أيوب المسعودي إصرار غير مبرر، دعني أقول غير مبرر، على اعتماد عبارات لم ترد على لسان أيوب، عبارات هي خيانة عظمى، والحال أن أيوب متمسك ونحن متمسكون بأن ما ورد على لسانه هو عبارة خيانة الدولة. سي أيوب المسعودي مرحبا بك، شنو تعقيبك على قرار الإحالة البارحة من طرف قاضي التحقيق، قرار الإحالة على الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس؟ والله الشقول انا بصراحه ما واحد ولا ماش عنده يعني ما يقول تقريبا، ما عرفش انا بالنسبه لي القضيه دي يعني نعتبرها قضيه سخيفه، والقضاء العسكري معناتها زج بنفسه في قضيه ربما اكبر منه، قضيه سياسيه من كان من مصلحته انه يخرج منها وانه يحيل على القضاء المدني، اليوم نشوف انه معناتها مرحله تصعيديه، انه هذه خطوه تصعيديه بحالتها على الدائره الجناحيه، وكهو معناتها فما زاد نوع من ربما نوع من المماطله والاستخفاف ايضا بالناس وبظروف عيش الناس والى اخره. يعني احنا مثلا يعني طلبنا رفع تحجير السفر منذ يوم الخميس، والنيابه العموميه تاخذ في العاده 4 أيام باش تنظر فيه وتبت فيه، فقعدنا السنه يعني 6 أيام ولم يتم اعلامنا باي يعني لم يتم اعلامنا براي النيابه العموميه في هذا الشان. اليوم علمنا انه تمت الاحاله على الدائره الجناحيه، راها خطوه تصعيديه، وكهو ما عندي مقول، انا بالنسبه لي مستعد يعني لكل شيء، بالنسبه لي وارد وانا مستعد، وكما قلت سابقا انه مانيش باش نبدل يعني موقفي، انا مصر ومصمم اني يعني متمسك باقوالي وبمواقفي وباش ندافع عليها امام القضاء وكهو.